ولكن ما حكم التضحية أو الأضحية عن الميت؟ الأضحية عن الميت قسمها المؤلف رحمه الله إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يضحى عن الميت تبعا للحي، كما لو قال اللهم هذا عني وعن أهل بيتي وفيهم الأحياء والأموات فيدخلون تبعا، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. والقسم الثاني أن يضحى عن الميت بموجب وصية، كما لو أوصى الميت قبل موته قال أوصيت بثلث مالي أو بربع مالي أو بخمس مالي في مصالح الخير، ويخرج منه أضحية كل سنة، فيجب أن تنفذ هذه الوصية ولا يجوز تعطيلها أو التسويف في تنفيذها، لأن الله عز وجل قال فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. والقسم الثالث أن يضحى عن الميت تبرعا، أن يضحى عن الميت تبرعا استقلالا بأن يخص بأضحية، فهذا جائز ويصل ثوابه إلى الميت، وقد رص فقهاؤنا رحمهم الله على ذلك، وقالوا إن كل قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. كل قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. ولا فرق في وصول الثواب بين أن ينوي أن هذه القربة للميت ابتداء أو أن ينويها عن نفسه ثم يهدي ثوابها إلى الميت. مثال الأول، إنسان اشترى أضحية مثلا ونوى أنه يتبرع بها لوالده أو لوالدته. ومثال الثاني مثلا لو تصدق بمال عن نفسه ثم قال اللهم اجعل ثواب هذه الصدقة لوالدي، أو قرأ شيئا من القرآن وقال اللهم اجعل ثواب هذه التلاوة لوالدي، فهذا يصل. إذن لا فرق في وصول الثواب بين أن ينوي التبرع ابتداء أو أن يعمل العمل الصالح لنفسه ثم يهدي ثوابه، لا فرق بين هذا وبين هذا. ولكن هل هذا من الأعمال المشروعة؟ يعني هل كون الإنسان يهدي ثواب الأعمال الصالحة إلى الأموات أو إلى غيرهم من الأحياء، هل هو من الأعمال المشروعة؟ الجواب ليس من الأعمال المشروعة، بل المشروع للإنسان أن يجعل العمل الصالح لنفسه وأن يخص نفسه بالعمل الصالح. وأما الأموات ومن أراد أن ينفعهم من الأحياء فإن أفضل ما ينفع به الميت أو ينتفع به الميت أو الحي هو الدعاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يتصدق عنه أو يصوم عنه أو يضحي عنه أو يحج عنه، مع أن هذه الأعمال لو عملها لوصل ثوابها، لكن الأفضل للإنسان هو أن يجعل أو يخص العمل الصالح نفسه وأن يجعل لمن أراد أن ينفعه من الأحياء والأموات الدعاء. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لم يكن من عادة السلف من الصحابة وغيرهم، لم يكن من عادتهم أنهم يهدون ثواب الأعمال الصالحة، وإنما يجعلون الأعمال الصالحة لأنفسهم ويدعون لمن أرادوا أن ينفعوا من الأحياء والأموات بالدعاء، كما قال عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكون الناس يتوسعون في هذا، أعني كلما عمل عملا صالحا أهدى ثوابه، هذا لا ريب أنه من الخطأ، بل أعظم من ذلك من يهدي ثواب الأعمال الصالحة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا عمل عملا صالحا قال اللهم اجعل ثوابه للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا غايته أنه حرم نفسه الثواب فقط، لأن كل عمل تعمله فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجرك،
لأنه من الذي دلنا على هذا العمل الصالح؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فغاية هذا الشخص الذي أهدى ثواب عمله الصالح للرسول صلى الله عليه وسلم أنه حرم نفسه الأجر والثواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيصله الأجر والثواب سواء أهديت إليه أم لم تهدي إليه. نبه المؤلف في آخر كلامه على ما يعتقده بعض العامة أو يصنعه بعض العامة من أضحية تسمى أضحية الحفرة، وهي الأضحية التي تذبح في أول سنة من موته، هذه أيضا ليس لها أصل كما ذكره رحمه الله. نعم.